قرابة الساعة 2:30 فجرا نشرت ريتا منشور مسيئي عبر وسائل التواصل، غفت ولم تصطفق. رحلت ريتا بعز عطاء المهني، هي يلي عرفت طاقم الصحافة عملت بضمير طوال سنين الخدمة، متنقلة منذ العام 1992 بين أكثر من صرح إعلامي، ومتولية أكثر من مسؤولية وطنية كان أبرزها بوزارة الطاقة والمياه مستشارة ومندوبة للوكالة الوطنية، وقد نعاها وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال وليد فياض، مشيرا إلى أن كانت سند لكل موظف بالوزارة ومستقبل بشوش لكل مواطن وصاحب شكوى، تنشر الإيجابية بأروقة الوزارة وبتخفف عن الجميع ضغوطات العمل عبر ابتسامتها ومواساتها. رحيل ريتا عن عمر ناهز 52 عام صدم عائلتها، رفاقة ومحبيها، فالخبر الصادم تحول إلى حدث بمستوى قلب ريتا الكبير، ويلي بيشهد لطيبته كل من عرفها، وخصوصا رفاقة بالتيار الوطني الحر يلي نعاها متوقفا عند حياة الراحلة يلي شكلت مسيرة حافلة بالعمل الصحافي والإعلام المحترف، وكذلك بنشاط المستمر بصفوف التيار، فتميزت بالمهنية المسؤولة والأخلاق الإعلامية بعمل الدؤوب والمثابر بالوكالة الوطنية للإعلام والصحف يلي كتبت فيها، وكمستشارة إعلامية بوزارة الطاقة، كما استمرت بمتابعة مسيرتها الأكاديمية عبر إعداد رسالة للدكتوراه بعلوم الإعلام والاتصال، وقد حافظت طيلة هيدي المسيرة على العلاقات الجيدة مع جميع من عرفوها، وهي صاحبة القلب الكبير والابتسامة الدائمة. وببيانه تقدم التيار من أهل وأصدقاء وأبناء التيار بأحر التعازي، سائلا لإلى الرحمة ولعائلتها ومحبيها الصبر والتعزية. ريتا شاهين اسم شأ مسيرته معانقا النجاح، سيدة أنصفتها مثابرتها بسبيل المهن الأحب إلى قلبها، وأعلاها نضال الوطني بسبيل القضية اللبنانية يلي دافعت عنا حتى رحيل المفاجئ. من دون استئذان رحلت، ومن دون استئذان استدرجت الدمع من عيوننا والأهات من صدورنا، كلمات نعت من خلال نقابة المحررين الزميلة ريتا يوسف شاهين ذات الحضور الطاغي والحركة الدائمة والحياة الصاخبة بالعطاء، مجتهدة بمهنتها، مخلصة لعملها، تسدي الخدمة لمن هم بحاجة لها من دون منة أو شكر، أمينة على ما تؤتمن عليه، جريئة إلى أقصى حدود الجرأة من دون أن تقطع حبل المودة مع الآخر المختلف رأيا، لا يعرف التعب سبيلا إليها، وتنكب على عملها بنفس رسولي لم يفارقها يوما، كما أتى ببيان النقابة يلي انتسبت لإلى ريتا شاهين بتسعينيات القرن الماضي.